فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل حفظ الصور في الجوالات وفي الأجهزة هل هو محرم؟ مش الداعي لهذا الحفظ الصور، الاحتفاظ بالصور لا يجوز إلا لضرورة، إذا كان لضرورة هذه بس، مثل الصورة اللي في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو اللي تحتاج إليها يجوز الاحتفاظ بها، أما اقتناء الصور من غير حاجة فهذا حرام ولا يجوز. نعم.